سلام، سميتي مريم بويزكار، عندي 23 عام. قبل من ماهر كنت كنقرا في المعهد العالي للإعلام والاتصال، خديت ماستر في التواصل السياسي والعمومي. فاش كنت كنقرا السنة الثانية ديالي في ليناس طنجة، كنت شفت واحد البوبليكاسيون كتهضر على ماهر. ديك الساعة كانوا بغاو يستقبلوا الدفعة ديال العام الجاي، وانا كنت دخلت قلبت وعجبني البروغرام، دونك كان خاصني نتسنى حتى خديت الماستر. عاد ديك الساعة عاوتاني شفت بوبليكاسيون في فيسبوك، وانا دخلت قلبت في يوتيوب على لي فيديو، على كاع داك لي زاكتيفيتي اللي كيخدموا عليهم هنايا في ماهر. شفت حتى لو سيت ويب، داكشي اللي كانوا كيخرجوا لي رياليزاسيون، وداكشي كامل كنت شفتو. صافي وانا قرر انني ندفع لماهر. اختاريت ماهر حيت لقيت بلي هو واحد المركز اللي كيعطي فرصه للشباب باش انهم يتعلموا بزاف ديال الحوايج اللي يمكن ما تعطاتش ليهم الفرصه انهم يتعلموها في خلال المسار الدراسي ديالهم. بحال هنا في ماهر كنت شفت قبل ما ندخل، ومنين دخلت لقيت بلي كاينين دي سيونس ديال التاريخ، ديال الموسيقى، ديال المسرح، ديال الاعمال اليدويه. يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما تحتش ليا الفرصه نقراهم بالطريقه اللي كنقراها هنايا في ماهر. صراحة ماهر هي واحد تجربة زوينة، تعلمت بزاف ديال الحوايج من خلال الحصص اللي كيكونوا عندنا مع لي زانترفونون، ديال ليستواغ، ديال المسرح، ديال الفلسفة أوسي. ومن الحوايج اللي عجبوني أكثر هو هذيك نقرأ الحصة ديال نقرا اللي كتكون كل نهار كيخصنا نقرا واحد ساعة من الوقت ديالنا نخصو غير القراءة. قريت بزاف ديال الكتوبة، عرفت بزاف ديال الحوايج جداد، اكسبيريونس زوينه.